Okay, and I go now next to Hiba Bairat. She's a Palestinian lawyer. She lives in New Jersey. In fact, she and I are almost neighbors, and we have some kind of relation also from the family side. Okay, she's the executive director of Law for Palestine organization. I'm مديرة التنفيذية لمنظمة مهمة اسمها القانون من أجل فلسطين، وهي شاعرة وكاتبة فلسطينية، ونشرت مؤخراً ديوان شعر، ديوانها الأول، وهو يعني مأخوذ عنوانه من التراث الشعب الفلسطيني، اسمه بيت بيوت. So Hiba is a poetess also, she's a writer, she's a lawyer, she's activist, and she graduated from Beer Zeit University, and she finished her studies also in Washington. She took a master's degree in human rights law, and she's now a practicing lawyer. Hiba, the floor is yours. تفضلي. طيب، شكرا جزيلا دكتور عبد الحميد، وتحياتي لك وللحضور جميعا وللتحالف على استضافتي اليوم. أبدأ بتوجيه تحية لأسيرات الباسلات ولأهاليهن وذويهن، سائلين المولى عز وجل أن ينعم عليهن بالحرية القريبة. قد تختلف مداخلتي قليلا عن مداخلة الزميلات المحترمات. طلب مني أن أتحدث عن الوسائل والآليات القانونية في الولايات المتحدة الأمريكية التي يمكن أن تتبعها الأسيرات لملاحقة الانتهاكات الإسرائيلية التي يتعرضن لها في السجون الإسرائيلية، فاعذروني لهذا التخصص الدقيق. عندما ننظر للمشهد الحقوقي الذي يحكم الانتهاكات التي تتعرض لها الأسيرات في السجون الإسرائيلية، نلاحظ أن هذا المشهد مشهد متشابك. من ناحية، نحن لدينا الخصوصية الجندرية أو خصوصية النوع الاجتماعي، نحن نتحدث عن نساء، والقانون الدولي يخص المرأة بحماية تحكمها أدوات خاصة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلى رأسها اتفاقية سيداو. لدينا أيضا بعض الأحكام المتخصصة في اتفاقيات أخرى، من أمثلة اتفاقية الاتجار بالبشر والاختفاء القسري. لدينا أيضا من ناحية أخرى انتهاكات الحقوق والحريات التي تحكمها الأدوات العامة في ظل القانون الدولي لحقوق الإنسان، منها التعذيب والحرمان من الحرية والمعاملة غير الإنسانية الموجودة في أدوات متعددة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي الأول، وغيرها من الاتفاقيات المتخصصة، اتفاقية التعذيب والإبادة الجماعية وغيرها. من ناحية ثالثة، نحن لدينا حالة الاحتلال. حالة الاحتلال تستوجب انطباق القانون الدولي الإنساني، وهو نظام خاص يدعى بقانون الحروب، تحكمه أدوات على رأسها اتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكولها بالنسبة للقضية الفلسطينية، بروتوكولها الأول الملحق لعام 1977. بشكل عام، هناك قاعدة عرفية في القانون الدولي ومقننة في عدد من الاتفاقيات، الدول لديها التزام قانوني بمحاكمة مجرمي الحرب والمجرمين الذين يرتكبون انتهاكات وجرائم دولية. هذا المشهد الحقوقي الملتبس والمتشابك أساساً يزداد تعقيداً كلما ابتعدنا عن مركزية الصراع وعن الآلات والأدوات والمؤسسات الدولية باتجاه مسؤوليات الأفراد أعضاء المجتمع الدولي. ولكن لدينا أدوات، هذا لا يعني أننا نعدم الأدوات. القاعدة العرفية 158 للصليب الأحمر تطالب الدول أعضاء المجتمع الدولي بمحاكمة مجرمي الحرب والذين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية وجرائم ذات طبيعة دولية، بغض النظر هذا الضحية هو رعية لأي دولة، الجاني ما هي هويته، أين وقعت هذا الانتهاك. هذا يعرف بالاختصاص العالمي الذي تحدثت عنه اتفاقية جنيف الرابعة في مادتها 146 وغيرها من الاتفاقيات، منها اتفاقية التعذيب أو لاهاي لحماية الأعيان الثقافية وغيرها.
إذا ما نظرنا للانتهاكات التي تتعرض لها الأسيرات، فهي تقع ضمن عدد من الكاتيجوريز أو عدد من الإطارات ضمن القانون الدولي الإنساني. لدينا انتهاكات تحت اتفاقية جنيف، هي انتهاكات جسيمة، الأداة الرئيسية التي تحكم هذه الانتهاكات هي ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية ضمن مادتيه 7 و8 المعنية بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. إذا ما يتعرضنا له من تعذيب، من معاملة لا إنسانية، معاملة قاسية، حرمان من الحرية الجسدية، يعدمنا الأدوات والجارانتيز اللي هي عبارة عن مخصص للمحاكمة العادلة وأساسات المحاكمة العادلة، كلها تقع ضمن ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية. إذا ما جئنا للولايات المتحدة الأمريكية وهي موضوع هذه المداخلة، كما يعني لا يخفى على أحد، الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تكون لها اليد العليا والطولة في المجتمع الدولي، فهي عضو في مجلس الأمن ولها علاقاتها ولها مصالحها، ولكنها في الوقت نفسه تحاول أن تنأى بنفسها عن الخضوع للقانون الدولي، بحيث نجد أنها مثلاً هي ليست عضو في المحكمة الجنائية الدولية، هي ليست عضو حتى في النظام الإقليمي الأمريكي لحقوق الإنسان، ليست عضو في المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان، تحاول دائماً أن تكون هي المسيطرة وتنأى بنفسها عن القانون الدولي. الأمر نفسه ينطبق على نظامها القانوني والقضائي، يعني كما يعلم الحضور الكريم، حتى يتحول القانون الدولي لقانون محلي يعني يمر في يعني بروسيس أو عملية طويلة في الولايات المتحدة الأمريكية، تتطلب موافقة مجلس الشيوخ ومصادقة الرئيس وأحياناً أغلبية بسيطة في النواب والشيوخ معاً، ولكن حتى بعد كل هذا يتوجب على الكونغرس أن يقوم بإصدار قانون لتطبيق هذه القوانين الدولية في المحاكم الأمريكية. إذن هي سلسلة طويلة تحكم دخول القانون الدولي وتطبيقه على الأراضي الأمريكية. كما قلت، علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بالمحكمة الجنائية الدولية هي علاقة شد ورخي، تعتمد على من هو موجود في البيت الأبيض بالدرجة الأولى. الجمهوريين كانت لهم علاقة يعني سيئة بالمحكمة الجنائية الدولية تاريخيا، يعني بالبداية بدأت الولايات المتحدة الأمريكية كموقعة على ميثاق روما، وقعها بيل كلينتون، ومن ثم جورج دبليو بوش عندما جاء في حربه على الإرهاب قام بسحب هذا التوقيع وتحدى المحكمة الجنائية الدولية ووقع اتفاقيات ثنائية. يعني one more minute. نعم، بمعنى your... آخر، ولا زلنا نذكر يعني ترامب وتحدي للمحكمة الجنائية الدولية. هذا لا يعني أنه لو الأسيرات توجهنا للمحكمة الأمريكية لن يتم يعني نظر قضاياهم. هناك قوانين أمريكية معنية بالتعذيب والإبادة الجماعية حتى لو كان الضحية ليس أمريكيا، طالما الجاني متواجد على الأراضي الأمريكية يمكن رفع هذه القضايا. لدينا قضايا متعلقة بجرائم الحرب أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية، طالما الضحية أمريكي أينما كان الجاني وأينما وقع الانتهاك يمكن أن ترفع أمام المحاكم الأمريكية. لدينا أيضا قانون تعويض الأجانب وهو قانون مدني، تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتعويض الضحايا الأجانب الذين تعرضوا لانتهاكات دولية بغض النظر عن جنسية هذا الضحية أو جنسية الجاني طالما تواجد الجاني على الأراضي الأمريكية. إذن لدينا بعض المداخل وبعض الآليات للدخول المحاكم الأمريكية، ولكن يعني هي تخضع لشروط واستثناءات عديدة، وتبقى الخلط بين السياسة والقانون الدولي هي يعني الورقة الأساسية في يد الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا جزيلا. شكرا هبة. Thank you for this specialized talk. هبة gave a very specialized talk about how we can use the international law and apply it in the United States. So first she sent her greetings to the Palestinian women in Israeli jails and all those who are fighting for their freedom, including those who participated with us
And she said she will be focused on about the women violation of women because women have their own specificities about in international law. For example, there is an important agreement that deals with discrimination against women. It's called CEDAW, the Convention on the Elimination of All Kind of Discrimination Against Women, which was adopted in 1977. And there is another agreement on the human trafficking, which has also to deal with women. And also there are the international agreement on banning of torture. And there are many other that deals specifically with the issue of women, and especially with women under occupation, and the international humanitarian law that focuses basically or generated from the four Geneva Convention, especially the fourth one, which deals with the civilians under occupation, and the additional protocol, which was signed in 1977, that is has to do with dealing with also the war criminals and the responsibility of individuals who commit these, not only the state, but also the individuals. So ICRC, which is Salib al-Ahmar, in its statute also calls for the trial of all the war criminals, regardless where the crime was committed or who committed the crime. And then we have also the ICC, the International Criminal Court, and the Rome Statute, which is, talks about the crimes against the humanity, war crimes, and the crimes of genocide, and the crimes of aggression. These are the four crimes that ICC deals with. And in Article 7 and 8, yeah, there is also articles that deals with the issue of women, like the like prevent her from having their necessities while she's in jail, or her right to have a fair trial also. These could be also addressed by the ICC.